الحمد لله نتائج سلبية، أولهم الإطار الفني، لاعبين، إدارة، كل. لكن أنا أكدك أن الوضعية من الداخل وضعية صعبة وصعبة جدا. الكوتيديان تاع لي جوار على مستوى الموتيفاسيون، على مستوى الامبليكاسيون تاعهم، فيها برشا حديث. اليوم باش تبني فريق اللي ينافس على ثلاثة وجهات، وكل ثلاثة أيام مقابلة، لازم عندك ايفكتيف، لازم عندك برشا ديز اوتوماتيزم، لازم عندك سورتو القدام اللي وقتها يجيوك اربع خمسه فرص تسجلهم، لازم تكون عندك اكيليبر. وهذا اليوم الفريق تجدد ما ينجم يقف على صحيح قد برشا عمل، سورتو برشا ستابيليتي، والاكسترا سبورتيف لازم يتنحى كومبليتمون، والناس تركز على الخدمه. باش تنجم تتحسن لازم تخدم، ما تركزش على الخدمه، وما تركزش على باش تطور نفسك، ما تركزش على شنو الحاجات النقايصك، اوتوماتيكمون ما تنجمش تعمل نتيجه.